أدرج الاتحاد الأوروبي كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف ضمن قائمة العقوبات المفروضة على موسكو. وقال الممثل الأعلى للشؤون الأمنية والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إنه تم استدعاء السفير الروسي في الاتحاد الأوروبي للاحتجاج على العملية العسكرية ضد أوكرانيا. I've been asking the Chinese influence in order to respect the sovereignty and integrity of everybody, including Ukraine, as the Chinese minister said.